يا الله يا ولي العافية يا ولي العافية ورازق العافية ورازق العافية وخالق العافية وخالق العافية والمنعم بالعافية والمنان بالعافية والمتفضل بالعافية الله أكبر بعد جميع خلقك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد وآل محمد وارزقنا العافية وخير الغافلين صل على محمد وآل الطاهرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد من هديتنا وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين وخير الغافلين صل على محمد وآله الطاهرين يا الله يا رحمن يا رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي شرفك وعظمك والحمد لله الذي بعث محمدا نبيا الحمد لله الذي بعث محمد النبي وجعل عليا اماما اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك كل عام وانتم بخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين منصور بك كل هذا في الدنيا والآخرة وفنا مسلما وألحقنا بالصالح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اكفيناك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يا ابن الرشد يا اكرم الاكرمين